أنا اسمي عبد الكريم، جيت عند الدكتور والحمد لله كان عندي مشكل في الرجل اليمنى، وكان عندي وجع أكثر في الرجل اليمنى. من طريق الدكتور نشكره كتير، عمل الماكينة هذه، بعد الماكينة هذه عمل لي ماكينة تانية، والماكينة التانية فيها كهرباء، وبعد مع البداية بدأت شوية شوية، بعدين زدنا طلعنا حتى 100 في الكهرباء.